قديش طالعة صورتي بشعة؟ لا حبيبتي، مو شايفة قديش مبينة بوزمي؟ بس مبارح بالليل هيك كنتي، ما ضحك وشك أبداً. لا، كتير انبسطت. بينتي إنك مبسوطة، عيونك كانت حزينة، بس الحق معك. ليش؟ شو صار؟ مبارح ما اجوا كل المدعوين، يعني كان في ناس كتير مرموقين، بس الناس اللي كنا عم نستناهم ما اجوا. مثلا عائلة شاهين آر ما اجوا، وابنهم كمان. اجا وقت الدرس، يلا لشوف على غرفة البيانو. ماشي، موفقين ان شاء الله. شكرا لك. اليوم اتصلوا فيني عدة صحفيين عم يسألوني عن وضع سمر، وعم يحاولوا يعرفوا شي عن حفلة مبارح. واحد منهم طلب نص الشعر يلي قراه عدنان لسمر، مع انهم ما دخلوا صحفيين، بس بطريقة ما الناس سمعت شو صار بالحفلة. اتصل فيه مهند. ايه؟ ما في شي، اتصل هيك. شفتي شو صار؟ عم يهتم فيكي. كان بالكلية وقت حكى معي. عم بيقلك انا جدي، ما في داعي للقلق بنوب، انا بالكلية اليوم. والله ما عم صدق. ليش بده يقدم لي تبرير؟ لأنه صار عم يهتم فيكي. ما إجا مبارح هالحفلة لأنه متوقع يجوا الصحفيين ويبلشوا بتعليقاتهم، يعني لو شو ما صار يصير كانوا رح يصوروكم مع بعضكم. أساساً كاتبين إنه مهند ما شارك بالحفلة. شفتي؟ أصلاً كنتوا رح تكونوا قريبين لبعضكم أكتر لو ما نشروا هداك الخبر. كأنه كان وقتهم. لا أبداً، ما رح أسمعك. برأيي افتحي أدنيكي منيح واسمعيني. ما بتعرفي قديش هو حساس تجاهك، كتير عم يتأثر وقت يلي بتمرضي. تتذكري وقت غميتي بالصالون؟ ماني حابة أتذكر هذاك اليوم. ما بتعرفي قديش تأثر مهند، فوراً أخذك بحضنه. وقتها كتير اهتم فيكي يا روحي. إذا منحكي عن مهند شوي تاني أنا رح تروح شهيتي على الأكل. أنا طالعة لفوق. ماشي. Thank you.